الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في ترتيب المناظرة في التعريف. ايه ما فصلي فيهم بعد بسم الله الحمد لله كاش قرداروي وذلك بدو بسم الله الحمد لله بكيس دير سكي ايه إذا أردت أن تناقش تعريفا فاتبع اخدم معك شي بلا تعريف ما يعني هذا ولا تعريف يا بيه. إذا أردت أن تناقش تعريفا ما فاتبع الخطوات التي نرسمها لك فيما يلي. ايه اقول لهم بتوع مناقشه لا تعريف يا كابكي اللي جيك لا تعريف كان ابكي ابي ام هنغاني كبوتك يشين ام يانزي بزيكي. انظر اول الامر، انظر أول الأمر، هل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره لك أم جاء به من لا؟ عنده يا كم لبيشة ما شابك أم كابري أم تعريفي كرو أم تعريفي كوي بات كردوي نقل كرو إلى خلقي ويا هل لا يخوي خويتي إيه فإن كان ناقلا له ولم يلتزم صحته لم يجوز لك لم يجوز لك أن تناقشه وإنما لك أن تطالبه بتصحيح النقل. إيه أجر النقل خلقي جرب وكتب فلان عالم وعالي فلان كتب وعالي يتنش يكتب على الراس دكا التزام صحتك هنا كلو نكتب على عم تعريف الراس ده لو كاتا تو بونية بلا يم تعريفها والله لو انا غلط بيها ولا بونية بد بود هي بد لتكتبك وقلت هذه كتبك كامل لا فر وجلدك. فاذا جاءك فاذا كان تارك شو فاذا جاءك بالكتاب الذي نقله عنه فقد ادى ما عليه. ايه اجل اكتب يبوي هناك اللي ينقل كردوها يتامجا اويلا سريتي جيبه جيكرو والله فلان كتبه مرقد. إذا كان قد جاء به من عنده أو كان ناقلا له لكنه التزم صحته بأن قال لك صحيح مثلا فإنك تجري معه في المناقشة والاعتراض على ما يأتي. أما أجر هاتوا لا 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 يخوي هنا ويكتب تعريفك خوم كردوما يا لا خلقي يا رابو اكتب على راسي شام تعريف التواوى لو كاتيت ولا مناقشه ورقنيا ام مهنغاني خواري واقري شلون؟ فالمطالبة بصحة النقد تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ولم يلتزم صحته في ذاته. والمطالبة في استيفاء ما ذكرنا من الشروط تكون في حالتين. إيه كواب داوا كرني صحة النقل تنيا لكاتك قبل من خلقيم جرا وتواني وخوشي نال راسته. لو كاتيت ولا داوا النقل ليك اللي كان كتبها إلا فلان كتبها. بلام داوا كردن بو او بجيبن جاكني او شرط انا كا او شرط ايتي او شرط ايتي الا دو حالة ابي الاولى الا يذكر انه منقول والثانية ان يذكر انه ناقل له وانه ملتزم صحة لم دو حالة اتو هذه مناقشة كي لسر تعريفك او شروط حسن ايتي او شروط صحة ايتي كي كان بلام نقل بازنك على خلقي ما قلتوها يا دوها مش انا الله لا خلقي مرقت الله بخوش الله لا صحيحه كوتي صحيح حمزه تبغى شروط حسن دواء اللي بكي اختي يعني شروط صحتي ثانيه شو لا صحيحه معناها اخوي بدي فاعل لك. فاذا انتهيت من النظره الاولى السابقه قتي فانظر بعدها هل تجد لفظا موهما لشيء غير صحيح وانت في حاجه الى معرفه ما قصده صاحب التعريف منه. اما قال لم السيد سرنزي كم رزقال البو لا تما شابك اخو لفظ كيتيا شتيكي ناراز بقيني وتوش بيوسك بيزاني ما بس صاحب تعريفك كسيا فان لم تجد بين الفاظه لفظا بهذه المثابه فانتقل الى الفقره التاليه تاليتي. اما قد لفظ كيوان ندو ذي الشي وكيوابي يعني معناه غير صحيح بقيني وتوش بيزاني شو بو هنغاوي دوام وان وجدت اگر هاتو لفظ واش دوزي ولي بروبلم لفظ معناها كي ديار نيت وما دام اخوته تعريفك يا علي صحيحه ام لفظ شونا بله. فاذا انتهيت من الخطوه الثانيه فانظر بعد ذلك هل التعريف مستكمل لشروط الصحه التي ذكرناها في الفصل السابق بمعنى انه مساو للمعرف واوضح منه كربلا واوضح منه وغير مستلزم أقل لما أنا يدوم ودوات ما شاك أخذ تعريفك شروط صحتي تيا كلا في شباس ماكر يعني إذا قال معرفك يا خويا مساوية لأن دا مكانيا لو يجرون ترو ما حالش إلي بيانا به فإن وجدته بهذه المنزلة فهو تعريف صحيح أقل أوابو يعني هم مساوي ولا قال معرفه هم واضح تربو لو ما حالش إلي بيانا هو تعريفك راسنا وإن وجدت فيه خللا فاعترض عليه الاعتراض الذي يسوغه لك هذا الخلل. أجر خلل يا كتيابيني
نهاري كي كتابني الرخني يقول او بو رخني كبود الرواء ده يعني خلي لك شلون مو بجور الرخني اللي يقول لك فلان كلمه غلط يا فلان يا او شرطي صحتي يعني بس تو يك بو خنا فهمتو كاك الله ولك ان تعترض اعتراضات اخرى غير التي غير غير التي ذكرناها في الفصل السابق. اذا كان صاحب التعريف قد بين نوع تعريفه. ايه بو هي الرخني تريش اللي بقري غيري او يعني كقلت مانك شرطي صحة اجر كابراي صاحب التعريف قلت به تعريفك من شنو نوعك بان قال بان قال هذا تعريف حقيقي حقيقي او اسمي قلت له ما تعريفك حقيقي تعريفك اسمي تو وقت تعريفي اسمي قال معناه كلمه كاين اذا رخني اللي يقري تعريفي حقيقي قال بدين فصل نبو رخني اللي يقري او عفو اجر معناه كي جوان روني كذا انا تعريف حقيقي هو كسك هنيك كسك شار زايك انا ايه يا كنت ما قال هذا حد او رسم اقر حد بيته والله جنس فصل قريبا اقر رسم وخذ او قال هذا حد تام حد اقر او قلت ما مزاته وخذ ثاني حد ناقص اقر حد ناقص درنيسو حصلا حد نبو رسم بو رخنا اليه اقري وترجع الاعتراضات الى الدعاوي الضمنيه التي تضمنها قوله هذا تعريف حقيقي بالحد التام مثلا فإن هذه الكلمة تضمنت إلدا تدعامي أو الرخنانة لم هنغا وياك لدواي اعتراضك هاني في شودي أشتبو أو دعوة ضمنياني كلنا وقسكاك وكتي تعريف حقيقي وحد تام كتعريف حقيقي بيبا كابرا شار زابلي كحد تام بيبا جنس فصي قريب بيه كوابو تشان دعوة كي كردوها شين دعوة كان بخويا فرمي الأولى أنه مؤلف من الذات. ما دام حد بيبي تعريف بذات ياد بي. ونيا والثانية أنه مؤلف من الجنس القريب والفصل القريب. دوها مجاوبة للجنس القريب والفصل القريب دوسي كربيا. والثالثة أنه ليس للمعرفة حد حقيقي تام سوى هذا الحد. جارك حد تام بيبي حد تلي معرفة كتعريف حد حقيقي تلي نبي غيري أم حد. ما سي دعوة. فاعتراضك عليه مذكورة في التعريف بل هي عرضيات محضة أو بعضها عرضي والآخر ذاتي أن هذين الجزئين هما الجنس والفصل القريبين ويكون بالدعاء حدا حقيقيا تاما سوى هذا التعريف إيه؟ تنقض توه عبارته رخنا كيتو كوابو ادعاء وكيلي ام بارساني ام تعريف ذاتين شن كقر حد بي بذاتي بن عرضين متهم يعني عرضين يا بعضك كان عرضين وبعض كان ذاتين وبادعاء بك ام دوز انزين فصل قريب نين يا بو بمعرفك كتو تعريف ذكر والله ما حد حقيقتي حد حقيقي تري هي بيز قلم تعريفيتو اما سي هون يعني عبارتك اي اوي في هالوشينيو بلام والله دو زينوي حد تام شتيكي زور جراني هسه مثلا هاتو مثلا تعريف انسانك والله حد تامك ايش هي حيوان ناطق ابي هركام لمانك كانما ماهيه انسانك انا مني جاري قال تماشان كدوها قال زين دور نبي مروفني لو كاتو كابرا كمل ببلاشا مروفني هذا دو هميان که تیگیشتن نما توانای تیگی نو طال لیره بمعنی توانای تیگیشتن که توانای تیگیشتن نما بلا منک به آفت لفتی هر قابلیت یا کم معنی و آنه توانای تیگیشتن یه چیه زانه هر وی زیان ناکه اما بو انسان توانی وی دوزی بلا من بوشتی که کام ذاتیاته و کام عرضیاته بیا بگره امشتا با چیه بیت ذاتی با چیه با چیه هیا چی نما او نامینه او حدی حقیق گیتی جنس كيف فلانك نما نامني فصل كيف فلانك او نما نامني اوش دو زينوي او حد حقيقي انا قرانا بتبخو بلا والله جنس كيف او فصل كيف وي امزا دو تعريف حد دو تعريف حد دو حدش لتعريف هنية شنو كتو ذاتياتي تو دو زيو هل يك ذاتياتي هي اشتكى بلا وانت خبير في الاعتراض احدى هذه الدعاوى دليل الذي ينتجها على ما سبق إيضاحه في سر تسمية
إيه تو بخود شعر زايك تو أم رخنانة بقني على رخنا رخنا بقني ومدي عانة بكي أبي دليل بين يوانا دليلك أو رخنيتو اللي فيا ببي أو كل فيها شعروت ما كده وكنا كابرا كرخنا قلنا بيشيا مستدل لبرك ببي دليل بويني أبلا ما تعرفك وانيا تكتي وانيا فلاش يعني بخير دليل بينه فابو اللي دور كنت بتو مستدل بدليل وش كان هالوش كان يوا إيه هر بوانی لی قبول نکری. اول پیش هر گوت مال نونانی که برای رخ نگرای بچی. ماشاءالله. فرمو چه که یا توی؟ عادی دنگ بیا. امثلة و تطبيقات. ايه. نحن نذكر لك عدة أمثلة يتضح فيها أمر المناظرة في التعريف اتضاحا تاما. بحيث تكون. بحيث تكون على بصيرة من أمرك فيه. استمن الله استنمونيه که بود دیگه ما بورن بیاد آن ایشی گفته گو کردن لتعریف ها بر منوایی که تواو باشه یک تو چهارونی ها به لکاری تو اد لو ایشه چون المثال الاول قال صاحب التعريف عرف مناطق الجنس بانه الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقه في جواب ما هو ايه فهذا تعريف ايه كابرا كتعريف منطقي كان تعريف جنس يعني اواكر كو يقول نقلي كلو او قصي خوي نيه يعني منطقي انا لا جنس كليه كاغوتري بوتشنشتي كي زور كما هي يعني جواز بي لجواب ما هو اما تعريفك اللي خلق ما هم جواب ما هو خوي ما هو هي واي شيء هو في ذاته هي يعني بو جنس او يعني بو فصله اما يعني بتقول لي اشتا اصلي كي كامي وانا بب ما هو برسيو ام جارو بتي لشتكاني كزيابه تواني استر اصلي الرسنه كي كبي زيابه او باي شيء هو في ذاته دواك لا جنس ابي بما هو بيلي والله مش هيك مثلا كان بخوان دانا وامان ما هو بلي ويان اي شيء هو في ذاته بلي اذا جاء هذا الشيء اما تعرفه كيف فانت تقول له من اي كتاب نقلت هذا التعريف أو عن أي عالم من علماء المنطق نقلت هذا التعريف. توم جات تاني أبو هي اللي بريتو ليش كتابة قام تعريفها أنا. يا بي الله ليش عالمك ورقتها. فيقول لك يقول لك نقلت هذا التعريف تعريف عن كتاب كذا أو حدثني به فلان من علماء المنطق أو لجواب تعالى من تعريفه من فلان كتاب منطقي ورقتها. يا الله من فلان كاس عالم منطق ولا هم بيستوى. المثال الثاني قال صاحب التعريف المصدر اسم الحدث حدث الجاري على الفعل فهذا تعريف لم يذكر صاحبه فيه انه منقول وفيه كلمة مهمة لشيء غير صحيح عند جمهرة العلماء وهي قوله الجاري على فعله ولا مك شمس ايه من منيد ومسعى وكلا مصدر اسم ابو او الرداوي كلسر فعل كي اروى يعني لا فعل در الذكري اما اخته قبل ذاني الصرفيه كان اختلاف يعني هي ايه فعل لمصدر در الذكري يا مصدر لفعل در الذكري اكو خويا وقت خويا خشا كان شر عم ولا سر ايه لخويا تعال فيها هي الكي در الذكري ام جامر يشكي لفيها ابو يا اخي اللي الروم يشكي در الذكري هي الكي تقريبا اوى ساغنا وتوني هذه قد اللي خويا قالت ما شاء شذ العرف كي لياتي آياتي دليل كاني هردولا جاء كابرالا اسم ابو او حدثي كلسر فعل الروا يعني لفعل درو ذكري اما تعريفك صاحبك اين يقولوا كما نقوله كلمة شتي اشتيك غير صحيح من الله هم علماء كالجاري على الفعلية ايه لا ما لا جمهور العلماء علماء الزور غير صحيحة ليش زان الله سي فانت تقول ما غرضك الجاري على فعله فيقول لك أردت من هذه الكلمة أن المصدر أصل للفعل ومنشأ له أما لما المقصود مو يا كمان خير أم لفعل دروسكلا هنا فعل لمصدر دروسكلا كابو الروا بسر فعلك يعني فعل لم دروسكلا إيه ومنشأ وأن الفعل منه أخذه إيه فسؤالك هذا استفسار إيه لما ليكولي نوايا سؤال الجاري على فعله يعني شيء جوابك دعاءات والله كمل سلوم مذهبهم كلام وهيك فعل لمصدر المشكلة اللي يقول إنه إيه وجوابه بيان للمعنى الذي أراده من بين معان متعددة
على كل واحد منها، وبعض هذه المعاني تعريفها. هذا تؤما لكل نوبك الجوابك ايش بياني او معناها كامشتيت لم كلم لبيني او معناها انك علماء اللغه دم كلمه ابو بكار زين بوهر كمان بعض معناها كانت قبل الجاري على فعله معناها ام لفعل درس كراوه مثلا ما طيب يكون فيها كان مثلا غلط درس يعني قبل الجاري على فعله يعني وقف عليك عملك اخو كامل يعني لك اصل عملها فعلا نق ام بيت تعرف كيف ليش تقرا فرمش هيك المثال الثالث. ايه. قال صاحب التعريف: الحيوان جسم نام حساس يحرك فكه الاسفل عند اسفل عند المضغ. عند المضغ. مضغي. عند المضغ. ايه. تعريف حقيقي. ايه. كابري صاحب تعريف حيوان زندور قباريك كقشاكاتو هستي هيو شويلي خواري اجولين لكاتي جونيشتا جون مضغ جوينا وشي في الله جوين. اما تعريفك حقيقي شو نقول حيوان وجنسي قريبه ام زاد جسم نامي وحساس وامانه بتفصيل قريب لانه بيان شيء ام ذلك ابرار شو نقول بوخي الخارجة حيوان هي وزين دور هي اما بيان يشتكي معناه ما تعريفك بوتا حقيقي زاد نبوت احد والله فيقول المعترض: هذا التعريف غير جامع لكل افعال معرفة لانه لا يشمل التمساح لا يشمل التمساح إذ هو لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ مع أن التمساح من نوع الحيواني هو داخل في المعرفة وكل تعريف هذا شهده إيه كابري راح نقول لهم تعريفه جامعني موفر إذا كان معرفين لك التمساح ناقل التمساح شوي لي خواري ونازلنا شوي لي سري ويزولنا لكاتك التمساح جو راح زين دوريك وداخلي معرفك تعريفك يشكو أبو غلطة فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط صحة التعريف أي ديار جاي كابراس ياك فيجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله: امنع صحه قولك إيه؟ ان هذا التعريف غير جامع لكل افراد المعرف لانني لم اريد تعريف كل افراد الحيوان بل اردت تعريف الفرد الكامل وهو الانسان مثلا فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف كابري صاحب تعريف ثاني جواب رحمه الله تعالى واني اقصكيت وقالي ام تعريف جامعهم وافرادني شنو كما بس هم افراد زين دور نبوه بلكم مثلا تنيا زندوري كي تواوك امسر عزيه او دان كدوتو كتيا كم روضة اما تحرير مرادي كرو ما بس ترون كدوتو الا معرفة ايه ليك هكت كيك ايه واخ من لدي المثال الرابع قال إيه؟ صاحب التعريف: المربع سطح مستم محوط باربعة خطوط ايه صاحب التعريف والله شوار قوشا روبريكا تختو شوار ختي لشوار دورة ويا شوار دورة كي شوار مي يلا فهذا تعريف يجوز أن يكون حقيقيا إذا كان المربع معلوم الوجود في الخارج ويجوز أن يكون اسميا إذا كان المربع غير معلوم الوجود في الخارج إما أكل تعريف حقيقي بيو أكل تعريف كي اسمي بي أجر كابرا باسم مربع إلى خارج زاني بي وبيا تعريف حقيقي يعني زاني بي تعريف كي اسمي والاعتراض عليه على كل حال أن تقول هذا التعريف غير مانع من دخول غير المعرف فيه لأنه يصدق على المستطيل مثلا إيه؟ وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد إيه؟ ألك أم جات رحنا كبه جوريك بس اسمي بس حقيقي به بوابت والله أم تعريفته هم مانعني على داخل بني غير معرف شون كوكو شوار قوشا بشوار خد دوري دلو لا كشا شروعه لا كشا شوار خد بلام شوار لا كان يكسانين إيه. فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط صحة التعريف على هو ما واضحون. يعني ما يظن شرط صحة يعني شو كفر هي داخل نيوت وداخل الكروة. أو شو الختي اللي تبيها الدولة وين؟ أم جات يا كاكاو صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله: أمنع صحة قولك. إن هذا تعريف غير مانع. لأنني أردت من الخطوط التي تحيط بالمربع الخطوط المتساوية في الطول. فهذا جواب بتحرير المراد من بعض اجزاء التعريف. ايه صاحب تعريف كجواب روانيه كتب تم تعريف مانع يعني شنو كم مقصود لخطوطي كتشوى دوري مربع كذا خط يكسانه هل لا من خد هيل يعني هيل يكسان لدريجيه كما تحرير المراد كل التي لبعض اجزاء تعريفك. ايه المثال الخامس قال صاحب التعريف: الهواء شيء لطيف يشبه النفس في اللطافه. ايه كابري صاحب تعريف والله هواء شتيكي لطيفه خوي لطيف مان هي وكثيف مان هي مقصهر ناس يعني هو بكسول وشتو اغلنا هذا لطيف يعني هو كروناكي ناجي ريتوا كثيف اويا روناكي اجي ريتوا اذا كس هواي ديوا
وانه بینید که روناکی نگره تو بلان بردو دار و معنی دیو کثیفن روناکی گیر نوا اما نشته که لطیفه یعنی سر نیا وکو نفس و لطیا لطیفه نفس لطیفه ایج لطیفه ام جا نفس بالروح لين بعقل لين بشيء لين فيقول المعلف فيقول له المعلل أوضح خبري ليس أوضح إيه فاي وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. ايه اما انك صاحب معلل او علم تعريفي تور وانتني لما عرفت انك اساسا نفسي تيا نفس ايش او بارشار ويس ايش خلق بتوايتين ابن القيم كتب كذا انا ولا النفس. شو يلي؟ النفس اية الروح اية جاية للروح. هسه ابن القيم تيني قيمة من امر هنا ابو قيثم فهذا تعريفي ايش كاوب غلطه. لطيف ويش سرنا به ناس سر سر روناكي جرته فرموا فهذا اعتراض بتخلف في شرط مشهور زي اما رغم انك تقول شرط صحيح انك شرط صحيح هذا ويا كابل لفظي غير مع مفهوم تي انا به فيجيب صاحب التعريف عليه بقوله لا اسلم قولك او لك ان هذا التعريف غير اوضحها الله لا يسلم منهم كتب الله يم تعريف الرونتين لان الوضوح والخفاء الوضوح والخفاء ليس لهما حد يقفان عنده ويظهر امرهما به شو قال لهم روني واشكراي ونبي ان دازي كبل راوستنو بودر كي ترازو يغني في بل هما امران نسبيان يتفاوت كل واحد منهما بتفاوت المدرك ايه بلكو اما ندوش الريزين اقوري هر كمان بقورني او كسي كتيقا يعني صاحب عقلك يا قوري فرب شيء خفي عند واحد من الناس وهو عند غيره واضح كل الوضوح يزور زي لا يك لا خلقين زان راه بلا خلقين باش يزان وهذا الذي ذكرته انه اخفى من المعرف من هذا القبيل فانا اذكر من هذا القبيل بلا من هذا القبيل فانا اذكر تعريفي هذا تعريفي هذا لمن اعلم ان النفس واضحة عنده كابو انا زور امت اوي توكتو تكا شاراوات للمعرفك لو نوعانه يعني لا يكيك شاراوة لا خلق تلهم شاراوة منيش تعريفك ام تنيا بوك سانا كردوا تنفس بشاكي زاننسي هو روح او يك انساني فيه جي قوة يك نماي في ادل الزبيع نفسي جو يك ادراكي في ادل الزبيع فرمو مثال الثالث ايه قال صاحب التعريف الدلالة الوضعية هي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى. إيه دلالة وضعي أو لفظك بشيوية بهر كاتي لفظك بكار هاد معناك لفهم بكر دواي أو كزاني لفظك بو معناه دان راو. فيقول المعلل هذا التعريف مستلزم للدولي. أهم كابرين معلل أم تعريفته الدولي اللي في عامه هو. شنو كثانة زاني لفظك بوش معنى بو معنى دان راوا نهتو اني ليت انا جاي حتى ليش تي انا جاي نازاني بو معنى دان راوا يعنى. ايه لانه جعل فيه فهم المعنى متوقفا على العلم بالوضع ومعلوم ان العلم بالوضع يتوقف على فهم المعنى. ايه شنك تو دانا تبقى الا تبقى يشتني معنى راوا سوى الاسرائيل فيش هبزاني كدان راوا بو معنى فتن كاتك يجداني بمعنى معنى دان راو كلا معناك بقي ايه والدور محال والدور محال وكل تعريف ناشانه اما التعريف وقت والدور تياه تعريف الدور تياه فاسدة فهذا اعتراض من شروط الصحة فيجيب صاحب التعريف على هذا الاعتراض بقوله لا اسلم بله الله كابرس رحم جواب داره كجواب صاحب تعريفه كجواب رحنا كيتو أصلا من أي سلم ينم كتو والله تعريف أم تعريف الدولي يا أبوه لأن فهم المعنى من اللفظ متوقف على العلم بتعيين هذا اللفظ لهذا المعنى. إيه كتي جيشتين بمع معنى للفظ راوا سوا لسروي كأم لفظ تايبت يدان راوا بوم معنى تايبت يتيجش نجا أوي أبيت أي شيء وأما العلم بوضع اللفظ فهو متوقف على مطلق المعنى لا على تعينه بلام زانين بداناني لفظ بو معنى راو صاول ثريك ونب زاني ام لفظ معناي هي الساهر ونب زاني كلفظ معناي هي او ان بس بو شي بو علم بوضع بلام بو تيجيش لعيني معناك ببلي ام لفظ تايبتي دان راو او معنى تايبتي ايه
فجهة التوقف في كل واحد منهما على الآخر غير جهة لا يعني الراوستاني هر كمان لسر أبيتر جاواز لقل لا يعني بران بركي لسر راوستاني لا بران بركي لسر أو بمطلق توقفه لسر أم بمقيدي أم معيني وما تختلف جهة التوقف أجر جهتي لسر يقرا وستان فاعلة جهتي لسر يقرا وستان جاواز بون دور رونادا نامين لما نما ينواني قشكر زندور بريتية لقباريكي قشكري هسكري خوان عقل إيه فهذا تعريف ظاهره أنه تعريف حقيقي ظاهر أنت ما شاكك شنك جسموني تيايا وجنسي تيايا وفصلي تيايا وذاني ما تعريفك حقيقية فيقول المعتبر يعني بويك شكا تيجيشتوه مقابل حقيقي سي ما نهبو اسمي ولكن هل معنى الكلمة كبزانية فرمو فيقول المعترض بناء على هذا الظاهر هذا التعريف غير جامع لجميع أفراد المعرفة لأنه لا يشمل الجمل والحصان مثلا وكل تعريف هذا شأنه فهو كابرا رخنا قد بناء لسر ظاهرك أما تعريفك حقيقي بيو بيك أبو يكيك شارزا ألا ما تعريفك أفهم أفراد معرفة كما ناقلتك حيوانات وتوشتر مفكرني يا مثلا بارجير مفكرني هل شي تعريف جوابي بتارا فهذا اعتراض بفقدان الشرط فقدان باقل قلت لي فروت صحة التعريف بناء على ما تخيله المعترض اما رخنا قلتنا بويك شرطك صحة تعريف وجودي بناء على سر خيالي كابراي رخنا قلت بلام ويجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله لا أسلم قولك إن كل تعريف أخص من المعرف فهو فاسد أقصى الناس المهم كبراك عليها التعريف خاص ولا معرف غلط لأن هذا خاص بالتعريف الحقيقي والاسمي وتعريفك حقيقي بها اسمي بها. أما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون أخص من المعرف تعريفي اللفظي كان معنى لفظة كدياري كأيش هالنختيكي أكلي أخص به وتعريفي هذا من قبيل التعريف اللفظي من كاك تعريف اللفظي ممكن أقول تعريف حقيقي من كده بلى ف أما ممكن نوعي بدل نوعي من تعريفك أو نوعي كاك المثال الثاني إيه قال صاحب التعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسه معنى إيه اسم وشيء كده لالك على سر معناك كلنا ومعناك يا معتبر بيه لما تما شاء حرفك معناك كلنا وخويا معتبرني ليش تكيا معتبر فيقول المعترض هذا التعريف غير مانع من دخول غير معرف فيه لأنه يصدق على الفعل هو أعم من المعرف فيه وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد إيه ألا كم تعم تعريفته مانعني لدخول غير معرف للتعريفة شون كما صدقي بسر فعله فعل اللي هو تلالك معناه مستقل فعل سيا معناه حدث ونسبة زمان بنسبة حدث هو معناه مستقل والله بنسبة معناه مستقل زمان معناه مستقل يقول لي كوابو بجري يك دوان لمعنى كاني معناه ايش في نفسها بركوي كواب ايش اسم به اسم جنية فلأنه شو كانت تخيب بس فعلها كوابو عام تري لمعرفه كوهر تعبير كبابي بتالا فيجيب صاحب التعريف بقوله لا أسلم قولك إن كان أعم من المعرف فهو فاسد من مقصيت ناس من قال لها التعريف عام تلبل معرفك غلطت هو لأن هذا عند متأخري المناطقة أما مناطقي متأخرين منطقي كان علماء متأخرين مناطق لا أنواع كبتالة أما المتقدمون منهم فيجيزون التعريف أو بلا جائزة تعريف عام كي وأنا إنما بنيت تعريفي من مثلا متقدمين منطقنا متعريفا كله فهذا جواب بتحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف اما مذهبك من اوائل اللي رايك تعريف بها عمك تويكاكيا واعلم انه قد
واعلم أنه قد يمكن أن يجاب عن الاعتراض الواحد بعدة أجوبة. أجوبة حاصلها كلها، حاصلها كلها يرجع إلى تحرير المراد. الجاري واهي أكن جواب الرخنة يقرأ نبديته بس جوابه كأن جامهم يان يعني بريتي لسيد رون كنويم بذ ياما مرون كنويم بذ لمعرف يا لتعريف يا لأو كلمة كتياتي. ومثال ذلك، ومثال ذلك أن يقول صاحب التعريف مثلا الحيوان جسم نام حساس مفكر. أو تعريف أي فيش مجندور قباريك قشكر بيتو هستي شهبيتو عقلي شهبيت. فيقول فيقول المعترض هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الحمارة فهو أخص من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. أما كابرا مرخنا قرا مرخنا يا غير كاكا ما جامع نية شون كفردي واهية حيوان أو كشي مفكر نية وكو جرر إذا فن تعريف إيش كابو فاسدة. فلصاحب التعريف أن يقول لا، أن يقول لا أسلم قولك إن هذا التعريف غير جامع لأني لأنني أردت بالحيوان المعرف الحيوان، نعم الحيوان الكاملة، الحيوان الحيوان الكاملة وهو الإنسان. إيه أما كاك من لا من ناس منهم تعريف كيتو والله جامع يا أخو كاك منهم حيوان يا أخو منو قلتوا زندوري كم قلتوا كوا كامل بيا كامل اللي زندوري يا بس إنسان هو كان كيس كامل لي تعريف إنسان بوكر بي إيه عمل أدي أنا ما ممثل اللي معرفهم كده ثاني. وله أن يقول، وله أن يقول لا أسلم قولك إن هذا التعريف غير جامع لأنني أردت من المفكر المريد وهو يشمل، وهو يشمل جميع أنواع الحيوان. إيه؟ فهذا جواب بتحرير المراد من جزء من أجزاء التعريف. إيه؟ هذا كاك من نازل من طوال تعريفك الجامعي كاك تو كلمة مفكر خراب حالي مفكر وني عقلي هبه أو يبستي هبه دي همو زين دوري مش خوي يبستي هي يبستي خوارني هي يبستي روشني هي. إيه كوابو أما هم حيوان يقدر ثواني كوابو أما جواب بارون كلمة ما بدله فارسي اللي فارس كاني تعريف مريد كربة مفكر كربة سيبا مريد. وله أن يقول، وله أن يقول لا أسلم قولك إن كل تعريف كان أخص من المعرف فهو فاسد. في هذا فيما لو كان التعريف دي فيما لو كان التعريف فيما لو كان التعريف اسميا أو احسنت او حقيقيا، اما لو كان لفظيا فلا يفسد يفسد بغير إيه. وهذا التعريف لفظي انا ليس من تقول هذا التعريف اخذ من المعرف فاسد شنو هو تعريف اسمي حقيقية تعريف كما تعريف لفظي هر معناه يشكم نختار كل ثواني اما من تعريفه لفظي فهذا جواب، فهذا جواب بتحليل المراد من نوع من النوع التعريف من نوع التعريف كيف بورون خلاص انا ما استجواب يا وله ان يقول، وله ان يقول لا اسلم قولك ان كل تعريف كان اخص من المعرف فهو فاسد لان هذا، لان هذا عند المتاخرين من المناطق فاما المتقدمون فلا يفسد عندهم التعريف بكونه اخص او بكونه اعم. وانا قد بنيته، وانا قد بنيت تعريفي على مذهبي. ايه اكيد جوابي شوارا معناته انا ولم سكيت وانيا قال لي هالتعريف خاص بالمعرف غلطه. شنو كلام متاخرين مناطق وايا متقدمين بلا انه تعريف بقى خاص بقى عام هيش زلالي نهرون كنا كتابه بس من ايش تعريفه كامله مذهبي اوان. فهذا جواب بتحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريفه. اما جوابك مرون كنا بس لمذهبك. والذي نحب ان نلفت نظرك إليه وأن تتبره، وأن تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف وتحرير المراد من المعرف يرجعان إلى منع صغرى دليل المعترض، وتحرير المراد من نوع التعريف ومن المذهب الذي جرى عليه التعريف يرجعان إلى منع كبرى دليل المعترض. إيه الله من ويك بيم خوش السرنجي توي براك يا شمو بيري لي بكيتاني او يرون كنو ما بذل هند فارس كان يتعرف يرون كنو ما بذل معرفك اخوي اما روكاتا داوي بلغا كردن لسر صغرى دل اخوي زانين دليل لصغرى وكبرى في اسبيل هاتوا قال قال قتي مثلا هذا التعريف غير جامع او صغرى قتي وكل تعريف هذا شأنه فاسد او كبرى ذاك تو تحرير تحرير المراد اللي يكي لفارس كان يتعرف كريا لمعرفك معناه صغراك صوراكي كابرا هلا وش يعني وداوى دليل ليك تولي أما جامع نية مثلا كاك من قيد جامع عشان كمان مثلا لمعرف أو أبوه مثلا يا كقولتي مثلا أم تعريفيته مثلا عام ترى لو كاك نخيل
صوراكي أوي توليك كان خلوانية عم تني نكون بس اللي معرف فلان شدوا يعني بس اللي فلان بارسي تعريفك أو أبو أمان روكات الصوراكة صوراكي أو داوي دليل الصوراكة أو أني أقصكيتو بلا ما قال ما بين رون كنوي ما بدل نوعي تعريفك ولو مذهبك تعريفك إلا سلوى هو منع كبرى دليلك كابرا سلي ريا تمام شابكة هرشو ربو أول مثلا ك ايه لأن الكلي أن نقول على كثير من المختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. ايه اما رخني الى سربو فأنت تقول لي الكلام ما هو. نا او 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 هناك قلت لي تحرير المراد يا بي اللي لا تحرير المراد او هناك تحرير المراد يا انت يا ممكن نقول هنا الحيوان الجسم النام حساس يحرك فكه الأسفل عند المضغ ايه اما كما شايك او تحرير المراد اللي سيكرت تحرير مراد ما هو تحرير مراد كما فيجب صاحب التعريف ان هذا الاعتراض امنع حبوخ تعريف المراد اللي معرف كده معرفه كمان كسبه قلتي هذا تعريفه غير جامع او صورة كيتي هذا تعريفه غير جامع كمعرفه كيد سكاري كرد لجامعي لغير جامعي دري كريانا يتغم جامع نيت وانيا يتم جاو صورة كي او هل وشاي وكوتي هذا تعريفه غير جامع لكل افرادي شنو كلام من مقصد مشيها لريا مقصد لانسان نقم من انسان المقصد كابو كالي غير جامع هم افراد انسان قريته ايه مقصده اما يتري يعني دوم يعني تحرير المراد بشي امان من بعض اجزاء تعريف اميش كتي لبيشا كابرا كتي المربع سطح مستوي محوط باو اميش لجوابها كتي رخني لي قلتي هذا تعريفه غير مانع كام هاتو كتي كاكا بس ملخص فلان لا مانع كدري غير مانع دري كريانا ها غير مانع در شبو بمانع تعريفها كمان كابو او دوانا روان كريوت الصغرى دليل كابرا معترض بلام اماني تريان مثلا او بونمونا مثلا امي ايرمان امي هرا اخير كقلتي مثلا بجوابك هرا اخير يعني جواب ايه مفكر ام ها تحديد مرادي لشي كرتو بلا لا لمذهبك كيكر كولا وكل تعريف هذا شأنه فهو باطل دل سر مذهب كابرايك أم لسر الرسول بطالة دو ثاني أو هي الله ساندوتو كبراك هي الله ساندوتو لدواني أنا الصغرى هلا وشين ثواني وداوي دليلك لدواني شأنا كبرى هلا وشين ثواني أجر مثلا تحرير المراد إلى نوع تعريفك في تعريفك من اسمية لو وكل تعريف هذا شأنه باطل هلا وشين ثواني تعريف اسمي بها بطال نعبيته غير قلت مثلا من فلان مذهب مثلا فلان مذهب الرسول اي شيخ كبرى قال له كل تعريف هذا شانه فهو باطل قال له المذهب يعني بطال لي مالي اي كي كي توي فرم تمرينات بخوت انا سيري كان بوش بويك ايه الأول ينقسم التعريف إلى أربعة أقسام. فرم. الأول التعريف اللفظي وهو تفسير اللفظ بلفظ أو بلفظ أوضح منه. هل أخوي توزرون تربية وبها التعريف اللفظي. والثاني التعريف التمهيدي وهو ما يقصد به إحضار صورة كانت معروفة لمن يلقى إليه. لمن يلقى إليه ثم غابت عنه. غابت به عنه. اشتكي لي زاني ويسأل بي ليش تعني تو تعريف وكيل تعريف تنبيهي. إيه؟ والرابع تعريف الحقيقي ويعرف كل واحد من هذين النوعين ما يستلزم تصوره تصوره تصور المعرف هرسي لتصوري او تصور المعرف فقد يجوز به او في تعريف حقيقي بلان فرق كان لسيا الفرق بينهما ان الحقيقي لتعريف المعلوم وجوده تعريف ايش تقرأ كالخارج اذاني هي تعريف اسمي تعريف ما لم يعلم وجوده فيه سواء اعلم 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 ايه تعرف اسم بوش كابرا نادان الى خارجها هي يعني يتر اما بزاني كنيه يعني زاني مهم نيه كابرا تعريف ذره بو كام هر نادان ذره شي بو بيت تعريف شي اسمي تعريف اسمي ايه والثالث
وينقسم كل من التعريفين الاسمي والحقيقي الى اربعه اقسام. وحد تام مناقص وانا الحد التام. الحد التام وهما كان بالجنس والفصل قريبين. ايه الحد الناقص وهما كان بالجنس البعيد والفصل قريب. ايه والثالث والرسم التام وهما كان بالجنس القريب والخاصة. بكر دي قد بخاصة بكري بيت الرسم، بفصل بكري بيت حد. أم جاء أيش حدك قد فصل قريب وبيت حد حقيقي. أم يعني كبفصل خاصي خاصي توابو بيت الرسم تام. والرابع الرسم الناس وما كان بالجنس البعيد والخاص. إيه. ما صرتش من الرسم تام ما هدش أنا قاعد عربيات من هربي. إيه. ويشترط لصحة كل من التعريفين الحقيقي والاسمي أربعة شروط. قلت ما أنا قرهم يعني يمكن خاصة بكري وبالجنس قريبة كي اللي قلبي آخر ها الرسم ناقصة أو البدري نقرأ رسمي تام إيه تو واه أم جاء الله تعريف حق شرط من أن يكون جامعا أن يكون مانعا أن يكون تعريف أجلى أن لا يستلزم إيه من محل وكو دور يستلزم أما السؤال شرط شرط حسن مانع ايش شرط الصحة عفوا حسن كل منهما ايش شواشر اي يخلو من الاغاليط اللغوية غلطي لغويتي يا نبي الا يشمل يشتمل على مجال ولا مشترك بدون القرينة فيهما ولا على لفظ غريب ابي مجال مشترك بقرينه يا نبي ولفظ غريب شي يا نبي اما معنى ام دو شرط حسن دوان بن يا لي لك ويا كان مجازي يا نبي مشترك يا نبي لفظ غريب يا نبي شو بشوار ايش رابعا يعترض ويعترض على كل من التعريفين الحقيقي والاسمي بانه غير جامع وغير مانع ومستلزم للمحال إيه؟ او اخفى من المعرف ام ذا وربما اعترض وربما اعترض على كل منهما باشتماله اما شرط حسن كان غلط لغوي لفظ مشترك او غريب خامسا إذا اعترض على أحدهما بعدم الجمع أو بعدم المنع كان الجواب بتحديد المراد من جزء التعريف أو من المعرف أو من نوع التعريف أو من المذهب الذي بني عليه التعريف. إيه. بأي كلمة أنا كلام دواني أروك أنا صغرى دواني أروك أنا كبرى حقيني بس اليوم. إيه. وإذا اعترض على أحدهما باستلزامه محالة كالدوري أو أن الدور الذي فيه محال يا الله ما دوري يعني يا كتيش ولا دوري كي محالني دوري معي كويدوش اللي هيك كاتا تعلق بيك بس إيه إذا اعترض على أحدهما بخفائه باقل بخفائه عن المعرفي وجيب بمنع الخفائي بمنع الخفائي استنادا إلى اختلاف الخفاء والوضوح في اختلاف الناس شنو خلق فرق يعني هي خفاء وضوح الفرق لا تخفي لا من أشكالها ثامنا إذا اعترض على أحدهما باحتماله على الغلط أجيب بمنع كونه غلطا استنادا إلى مذهب قوم والله كلمة غلطة أو عبارة غلطة غلط دي وإذا اعترض على أحدهما باحتماله على المجاز أو المشترك أجيب بأن هذا اللفظ قد أصبح حقيقة عرفية أو بقيام القرينة معينة للمعنى المراد رحنا بوم مجاز يا مشكلة كافية يعني يا قرينة هي يوتوبيا النزاني يا أخي من بوت حقتي عرفية النزاني بله تصديق وانا يبرح.